عندنا اول حاجه الكاوتش ده جميل جدا، اظن هو محتاج يتغير، مش عارف بقى مخروم من جوه من بره ولا ما اعرف. علينا فيزيكس، خش بقى في التقيل. طبعا لما جيت اشتري العجله ما كنتش فاهم في العجله قوي، ففي مشاكل بالعبيط. ممكن خليني انزل في سعر جامد او تخليني ما اجيش جنب العجله اصلا. ما هذا ايه ده؟ عندنا تاني فرامل بقى، ودي اسوأ. شايف دي بتعور، ويا ريتها حتى مفيش، مش بتقفل حتى. حاجه تانية بقى، الشامينون، اسمه شامينون والله ما اعرف، ده تعب رهيب لحد ما الواحد ايه يزود في البتاع دي، يعني لازم يعني يدوس جامد زياده عن اللزوم، تحس انت بتنافس يعني. فمش فيه دي ممكن يعني نتعايش معاها، مش مشكله. المشكله في دي تعمل كده تمام، مقموصه مني. دي الاشياء الاساسيه على ما اعتقد اللي انا محتاج اغيرها. طبعا مش هتكلم انا على هذا الشيء، مش هتكلم يعني كام ده، ممكن اظن يعني ممكن تغطى يعني، ده منظر في الاخر مش مؤثر على الاستراكشر بتاع العجله. طبعا عندك هذا الشيء المفروض احط مكانه بتاع ده، مش عارف ايه لازمتها في الحياه، لو حد عارف لازمتها ايه يقول لي. بس قشطه يعني، انا عايز حاجه توديني من نقطه الف للنقطه ياء. رحت للعجلات الجميل دوت، ولا كان عنده فرامل ولا كان عنده سرعات، ولكن لحمنا الكاوتش 3 مرات، وكل مره الكاوتش كان بيبوظ فيه. لا مش ليا، ما كملتش 10 دقايق وتعبان بطريقه فظيعه يعني، الطريق ورا مكسر، ف بعدت عنه وشد دايري شويه، الموضوع ما لعبش شويه، في اتوبيس واقف قدامي متعطل قدامي، حلو نقف هنا في نص دايري، حلو جميله جميله قوي. خلصت نص المشوار، المفروض النص التاني ان انا ارجع البيت، جيت المكان اللذيذ دوت عشان اشترك في جيم، ف العجلة هتبقى الكارت بتاعي والجيم هشتغل فيها مصر. عجلة الروت مش عارف انا بمشي غلط بيه ولا لا، بس لازم اعمل كده على طول، لازم رقبتي كده، لازم ابص فوق كده يعني، لازم ظهري يبقى مقوس، ولازم فاهم راسي تبقى فوق كده، ففي ان انا بعوج رقبتي وفي ان انا بعوج ظهري، فمش عارف ده دي السؤال صح ولا غلط، مش عارف بصراحة. السؤال الصعب عليا، السرعات مش مظبوطة، فأنا مش فاهم وأنا ماشي ببطأ حاجة كده ولا أعلى حاجة، مش مستوعب بصراحة موضوع السرعات ده لحد دلوقتي خالص. اكتشفت بعدين إن أنا ماشي على أبطأ حاجة، فعشان كده ماشي بالعجلة كانت صعبة، اكتشفت كده بعدين بقى خالص. فالمفروض أنا أصلح السرعات بعدين لما يكون في دي فلوس يعني، عشان آخر فلوس معايا أحطها في الجيم وشكرا. المفروض ربتي وجعني جدا، ولسه مش متعود على العجلة، العضلات اللي في رجلي مش متعودة لسه، عارف انت احساس الحرقان دوت اللي بيجي للعضلة لما تيجي تشتغل عليها جامد قوي، فكل شوية باخد بريك، يعني انا خدت بريك 4 5 6 مرات وانا بمشي، مش اسوأ شيء يعني، دوست على نفسي شوية برضه. فاروح دلوقتي اعمل الاشتراك بتاعي واشترك في الجيم، واظن بكرة هيكون اسوأ من النهاردة بكتير، عشان هبقى بروح وبرجع بس في النص في جيم في لعب على مصر كتير، واظن الليج داي هيكون مؤلم فشخ. تاني يوم ليا بالعجلة اللعينة دي، واتشيفمنت جديدة خالص هوريلكوا حالا. مازال ده كله عديته من غير ما اخد بريك. لذيذ. فاضل بالظبط 10 دقايق او ربع ساعة نوصل الجيم. امبارح ما عملتش فلوجينج او ما وثقتش، كنت تعبان لدرجة ان انا مش مفيهاش دماغ كوميونيكيت مع الكاميرا، انا اتكلم مع الكاميرا اصلا. بالنسبة لواحد بقاله 3 سنين بيشتغل فريلانس وقاعد على الكرسي بس كده، ده شغله قاعد على الكرسي، بخلص شغل بخلص فيديوهات، كان صعب ان انا الاقي نفسي اعمل كل المجهود ده مرة واحدة. طبعا بكره الاطفال جدا، حد يعرف كده؟ انا بكره الاطفال جدا.
تعال نجمع كده سوا نشوف اليوم مش ازاي النقطه. اوكي، قابلت صاحبي، قعدت معاه، قعدنا نذاكر شويه، مش بذاكر مادته، انا مخلص امتحانات من زمان بتاعتي، فمذاكر شويه، خدت العجله ساعه الا ربع، وصلت الجيم، لعبت تشيست النهارده، بعد ما خلصت لعبت بوكسنج، طريق الجيم اهو، قلت اريح شويه. لقيت نفسي بقول هو انا ليه ببذل المجهود ده كله؟ مش كفايه المجهود اللي ببذله في الشغل؟ مش كفايه المجهود اللي بحاول ابذله في ان انا اكبر من الكارير بتاعي؟ طب هو مش كفايه؟ طب مش كفايه ليه بعمل كل ده؟ بس طول ما انا ماشي الافكار دي شغاله في دماغي على طول، ومش عارف بصراحه اجاوب نفسي اقول ايه. لقيت نفسي بقول بيع العجله، بيع العجله، حاول تاخد اشتراك الجيم بشكل ما، ولا ما خدتوش خلاص. الافكار دي شغاله في دماغي يعني، ومحدش يعرف، محدش يعرف. صاحبك اللي انت قلت له ان انت تعمل كده شويه، والله يا برو حصل مشكله، ما مش عارف اكمل، العجله باظت خالص، احاول ابيعها خرد، اي حاجه. ممكن اقول للناس اللي انا قلت لهم ان انا بدات حاجه زي كده ان انا مشاكل ومش عارف اكمل، نصيب. ممكن اعمل كده، ممكن احاول اتجاهل كل ده واكمل ان انا اعمل ده خلاص. ابتديت افهم ليه ناس كتير قوي بتشترك في الجيم وتمشي. انا بعمل كده معاناده لما نفسي مش اكتر، بعاند نفسي بس، ما هي دي الفكره كلها. وفي نفس الوقت بقول لنفسي ان انا فاشل عشان اللي انا بعمله ده ناس كتير قوي بتعمله. مش بعمل حاجه مميزه يعني، مش بعمل اتشيفمنت محدش قدر يعمله قبل كده. 3 ساعات رياضه في اليوم، اكيد في ناس عامله كده كتير اكيد، ولكن طبعا عشان جسمي مش متعود، عضلات رجلي شده بشكل جيد نوعا ما يعني. انا ابتدي احس ان حاجه مش عارف، شده بشكل جيد بشكل سايب نفس الوقت يعني، حاسس ان برهق اسرع شويه، بس في نفس الوقت حاسس ان جسمي بيحاول يتكيف مع الخرا انا بعمله في نفسي. بس ف ثالث يوم يلا بينا نروح على الجيم، بس المره دي هفلوج اكتر التمرين اللي المفروض اعملها النهارده. في ناس ممكن تقول ان دي نظرة شمس، بس هي نظرة نظر الحقيقة. قابلت ناس مختلفة عن بعض تماما، وكل واحد فيهم ادالي نظرة مختلفة تماما عن نفسي. اول ناس قابلتها خالص كانوا ناس اوبتمستك لذيذة عايزين يتعرفوا، بان هما في اول الفيديو. واحدة كانت بتقول لي خلي فيه موفمنتس اكتر، ما تفضلش واقف قدام سنباك كده وخلاص، الكلام ده كله. والتاني كان بيديني تيبس تريكس اللي هو ازاي بدي الضربه ذات نفسها والبانش ذات نفسها يعني. اتنين تانيين غيرهم جم. واحد مش عارف قابلته قبل كده يعني، مش اول مره قابله، دي تاني مره، مش عارف بطل مصارعه حاجه زي كده يعني. والتاني واحد يبان عليه ان هو مخلص جيش، بس هو في ثالثه اعدادي اي جس. المهم هندي كل واحد فيهم نيك نيم. اول واحد جه خالص مدرب واحد، المدربة التانية مدربة اتنين، وبطل المصارعة ده مدرب تلاتة. حلو كده. والشخص الرابع ده مش هقول عليه مدرب، هقول عليه شخص. المدرب رقم تلاتة جالي وازيك اخبارك مش عارف ايه كذا 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 بس، فقال لي عايش وكمل. بعد كسبني. جه الشخص رقم اربعة، عاش البانش دي، القوة دي، فاهم؟ انا شخص بحب التفاؤل فشخ، بس مش للدرجة دي تمام، لان انا جديد. فايه ده بضرب؟ اكيد اكيد في احسن من كده بكتير جدا يعني، مصاب الحوار ده جدا. فشوية وانا بلعب جالي مدرب رقم ثلاثة اللي هو بطل المصارعة ده، جالي تلعب غلط. حلو، بحب اسمع ادفايس، تعال قول لي بلعب غلط ازاي. ف
فبيوريني بتلف جسمك، بتلف من الحوض يعني وكده، وتضرب ومش عارف ايه، والضربة لازم تطلع من الكتف. طبعا كلام كله صح، انا متأكد 100% ان كلام كله صح، بس فاحاول مرة اتنين تلاتة يوريني اكتر يوريني اكتر، وانا بستمر في فشل بستمر في فشل يعني، كل شوية اعمل افشل 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 في ان انا اعمل حاجة صح. تمام، لحد ما بقى disappointed. بس فطبعا ايه كلام بقى، لو لو دخلت فايت يعني هتبهدل مش عارف ايه، يعني هو ما قالش حاجه غلط، هو قال لو انا دخلت فايت مع حد هتبهدل، ده صح عنده حق. لو دخلت فايت مع واحد بروفيشنال او مع واحد عامه قعد يتمرن 6 شهور او حاجه، اتليست 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 او قعد سنه، هيبهدلني، ده حقيقي جدا. ف ليه بقول ان ده شيء كويس ان هو يتقال لي او يتقال لاي حد عامه؟ عشان ده انا بسميه رياليتي تشيك. يعني ايه رياليتي تشيك؟ اعرف انت فين، ما تسيبش الايجو بتاعك، ما تسيبش نفسك اللي هو انا جامد فشخ مش عارف ايه، عشان انت لو جامد فشخ فعلا ايه النقطه من انك تتمرن؟ ايه النقطه من انك تكمل اساسا؟ ما انت جامد فشخ خلاص، انت وصلت الاتشيفمنت دي خلاص، شكرا، انت ليه بتكمل؟ فتلاقي نفسك بتقول الكلمتين دول، طب خلاص مش لازم اروح النهارده، مش لازم اروح بكره، مش لازم اروح بعده، وانتهت القصه خلاص، مش هتروح تاني. نتكلم بقى الشخص الرابع. الشخص الرابع وبتمسك بطريقه اوفر شويه، وبتمسك بطريقه اللي هي مش حقيقيه. يعني في حد ممكن يبقى متفائل ولكن بعقل بدماغ كده، هو مستوعب هو في ايه، هو مستوعب ايه اللي بيحصل، مستوعب ان لا الطريق طويل، مستوعب كذا مستوعب كذا، ده شايف ان انا اوريدي جامد فشخ، وشفنا قعدت يا دوبك بس اسبوعين ولا بتاع بتمرن هبقى جامد فشخ وادخل بطولات ولا مش عارف ايه، هم مستوعب الكلام ده وبيحاول يقنعني بالكلام ده، ولكن ده مش حقيقي. ده نصم نب الشخصيات اللي انا قابلتها النهارده، هم اربع شخصيات بالظبط. تمام، اول شخصيتين دول انت ماشي في سكه طويله، اوكي، وبيقولوا لك على الاتجاهات ومش عارف ايه بتاع، واحد فيهم يجي يقول لك انت مشيت دول بس، فاهم ليه ما شهلتش، ليه مش عارف ايه، فاهم، بس والسكه دي انا تقطب ربنا عينك بس ويمشي ويسيبك. الشخص التالت تقابله يعرفك قد ايه انت بطيء متاخر وحركتك هزيله جدا، ماشي انت هزيل جدا في حركتك، في حركه رجلك يعني، تمام، ومش عارف انت ليه كده، انت ليه مش بطيء كده، ما بتشوف بص على نفسك في المرايه ولا حاجه. ده شخص تاني. الشخص الرابع، انت مشيت كل ده انت جامد فشخ، وانت اصلا ولا جامد فشخ ولا حاجه، يا دوبك انت لسه طالع من باب بيتك وبتسعى لاتجاهات مثلا ولا حاجه. ف ما وقت يا رب نكمل. واحد فين انا هنا، فهل في تحسن بعد بريك؟ يا لهوي جامد فشخ، تحسن رهيب. ما خدتش غير يعني ما وقفتش غير مره بالعجله، يعني طبعا عديت نص مسافه السكه، يعني ما وقفتش غير مره بالعجله عشان بس كنت حاسس ان الكوتش حصل فيه حاجه، كوتش سليم. نصب هنا وهكلمك لما اوصل الجيم بقى، ونقعد نحكي شويه مع بعضينا بقى. ده اليوم الخامس او السادس او السابع، مش عارف بصراحة. هل يفرق؟ لا، ان انا كده كده اللي انا بعمله دوت بشكل عام، فكرة ان الواحد يبذل المجهود اللي انا بحاول ابذله دوت، فكرة صعبة، ولكن انا عايز اعملها كل يوم، او عايز اعملها على الاقل بشكل شبه يومي، او ما يكون في وقت حاول اعمل الشيء ده. الكام يوم اللي فاتوا دول كانوا مليانين ب حاجات كتير بصراحة. الواحد بيقعد في البيت اغلب الوقت مش متعود ان هو يقابل الاشياء دي بشكل عام، فان شاء الله انا بعمل دوت مش هيقف عند على النهاردة او على بكرة. موقف لذيذ حصل لي من كام يوم، انا كنت رايح مشوار، فقف في الميكروباص عايز اروح المترو كده، ففي تلات شباب خشوا صعيد على ما اعتقد من اللهجة يعني، ف واحد فيهم كان بيقول لصاحبه روح اقعد جنب التخين اللي هناك ده،
بيشاور على مين؟ بيشاور لي انا. فاهم؟ انا فاهم لما بيكون في حد معاك بتحس باور كده نوعا ما، اللي هو هيعمل ايه؟ هيعمل ايه اللي هناك اللي انا بقول له دوت؟ يعني النقطه اللي احنا ديت وخلاص يعني. فطبعا الحل هو الصمت، ولكن في الصمت اللي انا كنت فيه دوت حصل كذا حاجه بينه وبين نفسي، يعني خلاص الموقف بالنسبه له منتهى. تمام؟ اتريق وخد الدوبامين اللي هو عايزه من الكلمه اللي قالها دي وخلاص شكرا كده. بالنسبه لي الموقف ما انتهاش، انا قعدت افكر كتير، هو ليه قال كده؟ ليه بيقول انا تخين؟ انا تخين فعلا اوكي، ليه دلوقتي انا بفكر ان انا هقوم اضربه مثلا؟ ليه جالي احساس فاكشن بسيط يخليني انسى اللي حصل ده اصلا؟ مجرد تفكيري بس ان انا تخيلت موقف انا بقوم اضربه وبعوره مش عارف ايه، حاجة زي دي خلتني افكر كده، هل دي طريقة تفكيري بشكل عام؟ في وقت ان اي حد لما يجي يقول حاجة عليك مثلا، حاجة يعمل حاجة تستفزك، موقف معين، ودماغك تبتدي تفكر في او بيخترع موقف معين هو مضربه هزقه قصاد الناس، ده انا هفكر في كلام اقوله عشان هزقه بيه. مفيش اي حاجه من اللي انت بتفكر فيها دي هتحصل اطلاقا، بس هل ده طبيعه دماغ بني ادم ان هو بيفكر بالشكل ده؟ فكر في انت بتفكر في ايه. انا ليه بفكر ان انا اضربه؟ مش عشان انا عايز اضربه وخلاص، عشان دماغي بتعمل كده عشان تتكيف مع الاهانه اللي تخيلتها دي، فالايجو بتاعي ما يحسش ان هو اتاذى جامد. لان بالظبط بعد ما انا احس ان انا ساتسفايد خلاص الموقف عدى وده خلاص راح في حاله ورحت في حالي، مش هشيل حاجه، مش هشيل موقف في دماغي، مش هشيل موقف، مش هشيل ان الواد ده مثلا انا عليه حاجه معينه. فكره ان انت ازاي تعمل فلتر للحاجات اللي انت لازم تاخدها على محمل الجد، والحاجات اللي انت لو سمعتها نفض دماغك. فلما حد يجي يقول عليك تخين مثلا زي كده، يبقى قدامك اوبشنين. اول حاجه دماغك تخيل موقف معين اللي هو هقوم افشخ، فاهم؟ وتاني حاجه ان انت تقول ممكن يكون عنده حق، هو كده كده انسان غبي او ولكن هو مغفل وبارد ومش مهتم لدرجه ان هو يقول حاجه هو شايفها بعينيه دول. وصلك؟ ولكن طبعا اي حد عنده اخلاق وذوق مستحيل يقول حاجه زي كده، هيقول حضرتك لو سمحت ممكن تتداخل، شكرا، بس خلص الموضوع. وبيعمل كده مش عشان بس بيقول ان هو شافه بعينه وخلاص، لا، عشان ياخد دفعه الدوبامين بتاعته. هو مستوعب كويس قوي ان هو قلب ستايلي، مستوعب كويس قوي ان هو معاه اصحاب، لو انا عملت حاجه قمت ضربته في راسه ومسكته من رقبته وهو قاعد قدامي مثلا او حاجه، اصحابه هيساعدوه. ممكن يكون تحليل اوفر شويه. ممكن انا ما كنتش تخين، اي موقف بيقول كده وخلاص عشان مستفزني فيه كرش صغير مثلا حاجه، ولكن انا شايف ان انا لسه في وزن كتير قوي محتاج اشيله، انا شايف ان انا مش مهتم بنفسي من ناحيه جسديه يعني، وانا شايف برضو ان شكل جسمي دلوقتي دوت غير مقبول. العجله والجيم الاثنين مهلكين جدا بالنسبه لي، بالذات لواحد بيقعد على الكمبيوتر على طول يعني، سواء كنت بشتغل، سواء كنت بعمل كول، سواء كنت ببراوز، سواء كنت بلعب، سواء كنت بعمل اي حاجه. فمحتاج ان اغير عادة زي دي، يعني حتى اضيف ساعتين ثلاثة في اليوم بس اعمل فيهم حاجة زي انا بعملها دي. بس ما اتكلمتش وانا بسوق العجلة خالص. في صوت سيق، بيعرف صوت سيق ده يقول لي يعني تعيب. انا رحت عند العجلات اللي ما يعرفش ده ايه. طب لوك مختلف عن الاثنين اللي عملتوها قبل كده، ان شاء الله استمر على العاده دي. ده طبعا شكرا.